بالمزيد عمر حول مطالب المعلمين، وهل من تجاوب حكومي للاستماع إلى مطالبهم؟ واضح أن الفجوة ما زالت كبيرة بين الحكومة وبين نقابة المعلمين، لذلك بدأ هذا الإضراب يوم أمس ويستمر حتى يوم غد بناء على فشل كل الجهود لجمع الأطراف على طاولة واحدة للنقاش حول تحسين الرواتب. النقابات دعت الحكومة للتفاوض، بينما تشترط الحكومة أن تعلق النقابة الإضراب كي تجلس الحكومة على طاولة المفاوضات، أسوة بكلية التمريض التي علقت إضراباتها بناء على صفقات مع الحكومة ولقاءات مع الحكومة. على أي حال، هذا الإضراب الذي بدأ يوم أمس ويستمر حتى يوم غد يشارك فيه 200,000 معلم في انجلترا وويلز، معظم المدارس المغلقه كليا وجزئيا اليوم بناء على هذا الاضراب والتي تاثرت بناء على هذا الاضراب معظمها في شمال انجلترا وويلز. يوم غد مدارس في لندن سوف تغلق بناء على ان المدرسين التابعين للنقابه ينضمون ايضا غدا الى هذا الاضراب لتشمل المدارس بعض مدارس لندن او لتنضم بعض مدارس لندن العاصمه البريطانيه الى هذا الاضراب. 9% من مدارس انجلترا وويلز مغلقه بشكل كامل بسبب الاضراب، 44% من المدارس مغلقه بشكل جزئي بسبب هذا الاضراب. وزاره التعليم ناشدت النقابه بفك هذا الاضراب لان الطلاب من حقهم الجلوس على مقاعد الدراسه. طيب، تتكرر الاضرابات عمر في مختلف القطاعات توازيا مع التضخم الذي يضرب البلاد. لو تضعنا قليلا بصورة الوضع الاقتصادي والزيادات المطلوبة لتتلائم مع مستوى المعيشة الذي يرتفع ومتطلبات الحياة التي ترتفع أسعارها. مشكلة هذه الإضرابات منذ أن بدأت هي مبنية على ارتفاع مستوى المعيشة، زيادة التضخم إلى أرقام قياسية، يفقد الجنيه الاسترليني العملة المحلية هنا قيمته التسويقية الشرائية، بالتالي الجميع يطلب زيادة في الرواتب، وهذه الزيادة مرتبطة بالتضخم. يعني على سبيل المثال، إذا ما كانت التمريض، إذا ما كان التمريض يطالب ب 9% زيادة لأنه يرى أن رواتبه بعيدة عن التضخم بهذه النسبة، المواصلات يطلبون زيادة 5% لأنهم يرون أن رواتبهم بعيدة عن التضخم بنسبة 5%، وهكذا وهلم جر في باقي القطاعات. الحكومة ماذا تخطط؟ ماذا تهدف؟ الحكومة تهدف إلى تقليل التضخم، وهذا ما قاله ريشي سونك، هذا ما تعهد به رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك بأن يخفض التضخم إلى النصف خلال الربع الثاني على الأكثر من العام الجاري، أي بعد 3 أشهر على الأكثر يجب أن ينخفض التضخم إلى النصف. بالفعل التضخم في ديسمبر الماضي كان 11.9، اليوم التضخم 10%، بمعنى أن التضخم ينخفض. هذا يعني أن الحكومة تقلل من عرضها المطروح للنقابات والنقابات توافق، لأن التضخم حلقة الوصل بين الطلبين الحكومي والنقابات انخفض. هذا ما تراهن عليه الحكومة، هي عامل الوقت، ولكن هذا معناه أن الإضرابات قد تستمر حتى منتصف هذا العام إذا ما استمرت الحكومة في المماطلة بهدف تقليل التضخم إلى النصف كما وعدت، وبالتالي تقلل من الدفعات المضافة للنقابات.